وبشأن تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أستاذ حسان، مرحبا بكم. من الواضح أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لا أفق لحلها، وبالتالي هي تضغط بقوة على المجتمع ومعيشته. المتضرر الوحيد من ذلك هو المواطن اللبناني، لكن في هذا الإطار هل يدرك الفرقاء السياسيون عمق هذه الأزمة أستاذ حسان؟ في الواقع وضع لبنان الآن صعب جدا للغاية ومعقد جدا أيضا. نعم. القوى السياسية الحاكمة حاليا وهي عبارة عن الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى التيار الوطني الحر الذي يمثله جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشيل عون، لا يملك رؤية يقدمها لحل الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة الاقتصادية. كذلك حتى قوى المعارضة لا تملك ما تقدمه من خطط أو رؤى لطمأنة المواطن اللبناني أن هناك مشروع حل للواقع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية. في نفس الوقت الأزمة السياسية المعقدة هي التي أدت إلى هذا الواقع الاقتصادي الصعب. موقف حزب الله وعلاقة حزب الله بإيران وانضمامه إلى محورها، أو بالأحرى خضوعه وارتباطه بهذا المحور، أدى إلى أن يكون لبنان تحت حصار اقتصادي خانق. أيضا انخراط حزب الله في الصراع في سوريا والعراق واليمن وعدائه للأمة العربية دفع بالدول العربية إلى الابتعاد عن مساعدة لبنان كما كانت العادة في السابق. كلما وقع لبنان في أزمة كانت تهب الدول العربية والدول الصديقة لمساعدته. هذه السياسة العدائية التي تبناها حزب الله أدت إلى هذا الواقع الاقتصادي الصعب والسيء في لبنان. المواطن اللبناني الآن هو رهينة هذا الصراع على الساحة اللبنانية. من يمسك بالساحة اللبنانية؟ من يمسك بالورقة اللبنانية؟ طيب إيران تريد أستاذ حسان، أن يكون أستاذ حسان في هذا المفصل تحديدا، يعني هل يتحمل حزب الله وحركة أمل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان؟ جزء كبير من المسؤولية يقع على عاتقهم. طبعا القوى السياسية الأخرى هي أكدت أنها مجموعة فاسدة، مجموعة لا يهمها إلا مصالحها، وهي انخرطت في مشروع حزب الله بطريقة أو بأخرى. مجاملة حزب الله والتعاون مع حزب الله واعتبار أنه أمر واقع على الساحة اللبنانية ولا تملك القدرة لمواجهته دفعها إلى الانخراط في سياسات ممالئة لمواقفه وتحاول عدم الصدام به، مما شجعه إلى جانب حركة أمل والتيار الوطني الحر إلى مزيد من السياسات والممارسات التي تعزل لبنان عن محيطه وتؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي سواء في الداخل اللبناني أو حتى على اللبنانيين الذين يعيشون في الخارج. الآن جزء من اللبنانيين أصبحوا يخافون العودة إلى لبنان من الخارج، حتى قد يضطرون إلى عدم العودة نتيجة وقف السفر أو إلغاء الفيز كما جرى مع دولة الإمارات العربية. نعم. إذن هناك مشكلة حقيقية يعاني منها المواطن اللبناني ولا يملك أي حل يراه في الأفق. الآن المصرف المركزي بشرنا بأن هناك دفعة جديدة من العملة اللبنانية التي طبعت بصورة جديدة بحلة جديدة سوف تنزل إلى الأسواق في السابع من هذا الشهر، مما يعني أن هناك مزيدا من التضخم المالي، أن سعر الدولار لن يهبط مطلقا في هذه المرحلة طالما أنها لا مساعدات للبنان لا محاولة لحل الأزمة اللبنانية. طيب. حتى تشكيل الحكومة والتي يجب أن تتشكل فورا، لا يمكن أن نبقى بدون حكومة. نحن الآن منذ شهر أغسطس آب لبنان لا يملك حكومة فاعلة، ومع ذلك الجميع يتناتش هذه الوزارة لي وتلك الوزارة لك، وبالتالي المواطن اللبناني يدفع الثمن بطالة، غلاء أسعار، تضخم مالي، عدم القدرة على العمل والإنتاج، وبالتالي الفقر يزداد في لبنان. أستاذ حسان، ولكن يعني جرى حديث في الآونة الأخيرة خاصة بعد تفجير مرفأ بيروت عن حزمة مساعدات دولية مالية إلى لبنان، أين انتهى المطاف بهذه المساعدات؟ أين ذهبت؟ هذه المساعدات كما أكدت كافة الدول التي وبالفعل قدمت مساعدات، لكن قدمتها عبر الجمعيات الإنسانية والخيرية والاجتماعية التي تثق بها هذه الدول. طيب. وبالتالي هذه المساعدات لا تنقذ لبنان من أزمته، هي عبارة عن مساعدات عينية، مواد غذائية، مواد طبية، لكنها لا تقدم حلا اقتصاديا للواقع اللبناني، لا تؤمن استثمارات مالية، لا تؤمن فرص عمل. من يعمل مع هذه الجمعيات ربما حظي بفرصة للحصول على
كمية من المواد الغذائية أو المواد الطبية، لكنها لا تؤمن فرص عمل. لا ثقة للمجتمع الدولي الآن، المجتمع العربي والمجتمع الدولي لا يثق بالسياسة اللبنانيين وبقدرتهم على التعامل بجدية مع الأزمة اللبنانية. مع الأسف الشديد حتى المساعدات التي وصلت شوهدت ويتم سرقتها وتوزيعها كمغانم على هذه الأحزاب الحاكمة التي ترى في هذه المساعدات فرصة لمزيد من الثروات لجمهورها أو لبيئتها أو حتى لمناصريها. حتى الطحين العراقي التي جاء كمساعدة من دولة العراق إلى لبنان تم الحديث عنه أنه تم تخزينه بطريقة غير مناسبة وقد فسد معظمه في الوقت الذي يحتاجه الشعب اللبناني حاجة شديدة وملحة. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لكم.